يبدو أن رئيس الجارة الشرقية عبد المجيد تبون يحس بغيرة كبيرة، وهو ما لا يستطيع إخفاؤه في جل تصريحاته التي يحاول أن يبين فيها أن الجزائر تحت رئاسته ثارت في الريادة مغاربيا، بالرغم من أن أحكامه لا تستند على أي تقرير دولي ولا تتجاوز كونها خطابا عاطفيا أو بالأحرى كيكذب الكذبة ويتيقها. وادعى الرئيس الجزائري تبون في مقابلة صحفية مع عدد من وسائل الإعلام الجزائرية بثت يوم الجمعة 12 يونيو أن الجزائر تتفوق على الدول المغربية بعدد مراكز التحاليل المتعلقة بفيروس كورونا المستجد التي تبلغ 26 مركزا، وقال إن هناك دولا في الجوار لا تملك سوى مركزين في أكبر مدنها. كلام الرئيس الجزائري مجانب للصواب، فالجزائر حسب آخر تصريح لمدير العام لمعهد باستور في الجزائر فإن الجارة الشرقية تجري 400 اختبار يوميا فقط، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بالمغرب الذي يجري أزيد من 17500 تحليل مخبرية يوميا، وهو الرقم الأعلى على مستوى شمال إفريقيا والثاني في القارة السمراء. فعن أي ريادة يتحدث تبون؟ وفي تناقض واضح هذا الرئيس ليقول إن إجراء التحاليل المخبرية غير مهمة وليس لزاما أن يتم إجراؤها بشكل كبير، ليتم طرح السؤال التالي: لماذا 26 مركزا يستتبون إذا لم تكن التحاليل بهذه الأهمية؟ وفي موقف غريب ومثير للسخرية قال تبون إن الجزائر هي الدولة الوحيدة مغاربيا التي تجري التحاليل المخبرية على الأموات، ما دفع عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يستغربون من هذا الإجراء الذي اعتبره تبون إنجازا، ورد عليه بعضهم معاتبا: الأولوية للأحياء يسي تبون. وتبقى الجزائر واحدة من الدول التي لا تعلن بشكل رسمي عن عدد التحاليل المخبرية المنجزة، ما دفع منظمة الصحة العالمية لانتقادها بسبب التلاعب في البيانات. ورجوعا إلى موضوع الغيرة، فمن الواضح أن تبون عندما لم يجد من يشيد بتعامل الجزائر مع فيروس كورونا المستجد مثل ما أشادت مجموعة من الصحف العالمية بالمغرب، قام الرئيس الجزائري بقاعدة شكار العروسة وادعى أن المنظومة الصحية في الجزائر هي الأفضل مغاربيا وقاريا، أحب من أحب وكره من كره، وهو ما يخالف الواقع بحيث تعتبر الجزائر حاليا أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا بواقع 10919 إصابة و767 حالة وفاة كأعلى عدد في الوفيات في القارة الإفريقية. وبعيدا عن كذب تبون، فإن منظمة الصحة العالمية حذرت يوم الخميس الماضي، أي قبل يوم واحد من تصريح تبون، حذرت من تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في 3 دول إفريقية بينها الجزائر، واعتبرتها من بؤر انتشار الوباء، إضافة إلى اتهام الجزائر بالتلاعب ببيانات فيروس كورونا المستجد. ولم تجد السلطات الجزائرية طريقة للرد على تقرير هذه المنظمة الرسمية سوى أن تروج لنظرية المؤامرة وتقول إن منظمة الصحة العالمية تتبع أجندة غير بريئة. وبالرغم من أن الرئيس الجزائري يعلم جيدا أن أغلب القرارات التي اتخذتها سلطات الجزائر في ظل أزمة كورونا جاءت أغلبها بعد المغرب، إلا أنه مصر أن يقول في كل لحظة كنا سباقين. وعلى سبيل المثال، ذكر تبون إجلاء الطلبة من إقليم ووهان الصينية، ونوه بأن الجزائر كانت سباقة في ذلك. وبعودة إلى الأرشيف، فإن المغرب أعادت يوم 2 فبراير 100 طالب من إقليم ووهان، بينما قامت الجزائر بذلك يوم 3 فبراير لفائدة 36 طالبا فقط، ثم أتمت إعادة الطلبة في دفعة ثانية شهر مارس. وحتى على مستوى كرة القدم، والتي قال عنها تبون إن الجزائر كانت سباقة في تعليق الأنشطة الرياضية، كانت كذلك بعد المغرب، حيث أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعليق الدورية يوم 14 مارس الماضي، ليقوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بنفس الشيء بعد المغرب مباشرة يوم 15 مارس.
تظاهر مئات الجزائريين في محافظة ورقلة جنوب الجزائر أمس الأحد واليوم الاثنين احتجاجا على واقع التنمية والمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية. وتعد هذه أول مظاهرة بمطالب معيشية منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيس للجزائر نهاية العام الماضي. ورفع المحتجون لافتات كبيرة ترجمت بحسب هتافاتهم الواقع المتناقض لولايتهم التي تبعد بنحو 560 كيلومترا جنوب شرق العاصمة، حيث تعد ورقلة أغنى محافظة جزائرية أو كما تسمى عاصمة النفط، لاحتواء على أكبر أبار النفط في البلاد وتحديدا في منطقة حاسي مسعود. ووضع المتظاهرون في لافتة واحدة صورا لآبار البترول والغاز في الولاية وصورا أخرى لما أسموه أراض قاحلة وجرداء وواقعهما الذي يصفونه بالمزري. وتحت حراسة أمنية مشددة رفع المحتجون لافتة أخرى عدوا فيها فرص التوظيف بمنطقتهم بالإنعاش ومشاريع البنى التحتية لمن عاش، معتبرين أن التعايش مع كورونا أهون من تقبل أوضاعهم المعيشية. واليوم الاثنين أقدم الجيش الجزائري والدرك الوطني على استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين بمنطقة تين زواتين المتواجدة بالحدود الجزائرية المالية، الأمر الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة العشرات. وتداول رواد ونشطاء جزائريين على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور صادمة توثق للحظات العصيبة التي عاشها سكان منطقة تين زواتين جنوب الجزائر، وبعد خروج مظاهرات تندد بتطويق المنطقة بأسلاك شائكة ما تسبب في عزلهم عن واد كان المصدر الوحيد للمياه بالنسبة لهما. عودة الحراك إلى الجزائر بفعل أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة. كتب الموقع الإخباري موند أفريكا يوم السبت أن الحراك سيعود للجزائر يوم 19 يونيو الجارية مدعوما بأزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة. وأوضحت وسيلة الإعلام الفرنسية أن المظاهرات الشعبية التي اجتاحت شوارع جميع المدن الرئيسية للبلاد منذ 22 فبراير 2019 يرجح أن تعود يوم 19 يونيو الجارية، هذا على الأقل ما يستنتج من الدعوات العديدة التي أطلقها العديد من النشطاء الجزائريين على شبكات التواصل الاجتماعية، مؤكدة أن هذه الدعوات تعيد رفع نفس شعارات الحراك داعية الجزائر إلى الخروج بكثافة لتظاهر يوم 19 يونيو قصد استئناف الكفاح الديمقراطية والسلمية من أجل التغيير في الجزائر. وحسب موند أفريك فإن هذه الدعوات تأتي في وقت تمر فيه الجزائر بواحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الجزائريين عانوا بشدة جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19، فقد أدت البطالة والبؤس الاجتماعي وارتفاع تكلفة المعيشة والفقر المتنامية ووباء كورونا الذي شل البلاد منذ 18 مارس الماضية إلى تدهور الظروف المعيشية للجزائريين. وخلصت موند أفريك إلى أن هذه الإحباطات الاجتماعية آخذة في تشكيل موجة ضخمة من الغضب الشعبي، وهو الغضب الذي يتمدد في صفوف أولئك الذين ذهبوا للتصويت في 12 دجنبر 2019 معتقدين بأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيؤدي إلى انفراج الوضع في الجزائر. حصلت على براءة الاختراع الممثلة المغربية نادية العالمي تصنع كمامات للصم والبكمة. أشرفت الممثلة نادية العالمي على صناعة كمامات طبية شفافة لمساعدة الصم والبكم في التواصل لأنهم يعتمدون على حركة الشفاه في ذلك. وكشف الفنان رشيد الوالي يوم السبت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام أن الفنانة نادية العالمي حصلت على براءة اختراع الكمامات الكاشفة
الفنانة نادية العالمي قامت بهذه الخطوة تحت مظلة جمعية لثغدوي في طنجة التي تشرف عليها، وتمكنت بفضل عدد من المتدخلين من توفير هذه الكمامات. وقالت نادية العالمي عن الموضوع إن الكمامات أصبحت معتمدة حاليا، وهي تسمح بالتواصل بالنسبة إلى فئة السم والبكمة. وأضافت الممثلة المغربية: قمنا بتصميم هذا القناع للثم والبكم والمصابين بالتوحد وضعاف السمع وكبار السن، ويتميز هذا القناع بنافذة شفافة لتكون قراءة الشفاه أسهل وبالتالي تسهيل التواصل حسب العالم. ويمكن استخدام هذا القناع من طرف أيضا أخصائيي أمراض النطق واللغة وأخصائيي السمع والحنجرة والأطباء النفسيين والممرضات والصيادلة والمعلمين والتجار وموظفي الاستقبال وغيرهم من موظفي المؤسسات والإدارات، لأنه لتسهيل التواصل مع ضعافي السمع سيكون من المناسب بشكل مثالي أن يقوم المحاوران بارتداء هذا النوع من القناع. تم تصميم النموذج الأولي في مايو في مصنع طنجة وإرساله إلى المختبر للتحقيق في جودة النسيج المستخدم. وقالت نادية العالمي على صفحتها بالفيسبوك: بعد شهر من الانتظار يسعدني أن أعلن أنها حصلت للتو بعد شهر من الانتظار يسعدني أن أعلن أنها حصلت على شهادة إيمانور للتو.